ولكن يسبب ياسر من المشاكل على الاقتصاد الوطني. أكد وزير التجارة والسياحة السيد أحمد المحمد أن ما حصل من نقص في مادتي البطاطس والبصل التي أدت إلى ارتفاع أسعارهما بداية شهر رمضان كان نتيجة مضاربات، ولم يقع أي احتكار، مستسمحا المواطنين عن المضاربات التي وقعت في السوق خلال الأيام الماضية. وقال وزير التجارة خلال حديث له في قناة الموريتانية إن قطاعه اتخذ كل الإجراءات لتوفير المواد المستهلكة في شهر رمضان في الوقت المناسب وبالكمية الكافية، مشيرا إلى أن ظروفا طرأت على البحر منعت السفن التي كانت تحمل هذه المواد من الرسوب في الميناء في الوقت الذي كان مقررا. وأضاف محمد أن يوم الجمعة أي اليوم الأول من رمضان عرف وصول السفينة، غير أن حمولتها لم تكن كافية، مضيفا أنه نزل بنفسه إلى السوق المركزي يوم السبت الفائت للوقوف في وجه المضاربات، وبقي فيه من الساعة العاشرة وحتى الثالثة بعد الظهر. وأردف محمد أن قطاعه تواصل مع مختلف الجهات لضمان وصول السفن، كما تواصل مع وزير الداخلية للعمل ليلا. ويوم الأحد رست سفينة كبرى وصلت حمولتها الأسواق ليلة الاثنين، مؤكدا أن صباح الاثنين كانت المواد متوفرة في كل أسواق الخضروات. ونفى محمد أن يكون قد حصل أي احتكار، مشددا على أن ما وقع كان نتيجة مضاربات سببها خارج عن الإرادة، وهو تأخر رسوب السفن بسبب ظروف البحر. وتحدث محمد عن سعي فرق حماية المستهلك لمواكبة شكاوى المواطنين رغم الظروف التي يوجدون فيها، لافتا إلى أن هذه الإدارة لم يكن لها أي وجود فعلي قبل وصوله للوزارة كما حصلت على سيارات قبل أشهر قليلة. ودعا الوزير المواطنين للقيام بدورهم في منع المضاربات وزيادات الأسعار من خلال تبليغ فرق حماية المستهلك عبر الرقم المعلن عنه لها، مشيرا إلى أن محدودية طواقم حماية المستهلك يحول دون الإعلان عن المزيد من الأرقام. وكانت السوق الموريتانية عرفت مضاربات كبيرة بداية الشهر الكريم، ما طرح أسئلة عديدة حول إمكانية تموين السوق في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم وتأثيرات جائحة كورونا.